أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن للتعليق على مسار الانتخابات التمهيدية الذي بدأ يلوح مبكرا نسبيا، ينضم إلينا الأستاذ دكتور أنوار مجيد، نائب رئيس جامعة نيو إنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم أستاذ أنوار مجيد. أهلا وسهلا. مرحبا. إذن هناك الكثير من التشويق يسبق هذه اللحظة التي وعد بها هذا المساء. سيكون هناك حدث كبير كما قال إيلون ماسك، سيكون هناك إعلان فيما يتصل بترشيح أو ترقب ترشيح ديسانتس لنيل تزكية الحزب الجمهوري. ما الذي يجسده ذلك، عفوا سأقولها بسلامة، ما الذي يجسده ذلك في مسار الانتخابات الجمهورية؟ وهذه إيلون ماسك دابا قال في هذه اللعبة السياسية، ابتداء حصل على تويتر ومؤخرا جاب عنده تاكر كارلسون اللي كانت عنده واحد برنامج كيجذب ملايين من المتفرجين، ودابا اللي عنده كان عنده اختلاف كبير مع فوكس نيوز اللي مرتبطة اللي التي يملكها موردوك روبرت موردوك، واللي هو كان سابقا يميل الى 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 اليمين، دابا رجع مع مع الاولاد ديالو كيميل شويش الى الوسط، ربما الى اليسار شويه شيئا ما. ولهذا فديسانتيس اختيار ايلون ماسك، ديسانتيس اختيار اعلانه، رجع نشوف ماشي كل يوم فعلى شبكه تويتر، كتشكل بحال واحد قوه جديده في السياسه الامريكيه من ورائها ايلون ماسك والتصور الهائله اللي عنده والافكار التي يتميز بها، وهي يعني كتخالف مع التيار اليساري في الولايات المتحده او الليبرالي. استاذ انور مجيد، كثير من المحللين قالوا بانه طريقه اعلان هذا الترشيح اذا تمت الامور على ما يتوقع هي جديده كليا، ان يتم اعلان ترشيح للانتخابات التمهيديه في منصه تويتر في حوار مباشر فيه سؤال جواب بتلقائيه. إيلون ماسك قال بأنه لن تكون هناك خطوط حمراء، سيكون الأمر بتلقائية، يعني هذا جديد كليا في هذه الانتخابات. والبعض يقول أين هو التموقع الذي ستأخذه المنصات الاجتماعية الرقمية مثل تويتر في الانتخابات الرئاسية؟ وممكن لعبت تويتر لعب دور كبير في الانتخابات الرئاسية السابقة، بحيث أنه مع حضروا الكونت دونالد ترامب، وكانوا عملوا تدخلات، كانت عندهم واحد تعاون منسق مع الدوله العميقه الامريكيه، التي دابا اللي كيقولوا الناس المحللين. ولهذا تويتر دابا فتحت الابواب ديال الافكار التي لا تسير في السياق الليبرالي التقليدي، وإيلون ماسك واللي شخصيا كيمول هذا المشروع هذا تويتر. اذا دخلت عوامل جديده في انتخابات 2024 لما كانت موجوده في 2020. اذا كنشوفوا دابا واحد قوه جديده مثلا سميها ايلون ماسك مع تحالف مع الناس بحال فان دي سانتيس او تاكر كارلسون الى اخره، وهذا ما كنعرفوش يمكن، لان تمهيدا الى تنبؤا ميبي الى فوز دي سانتيس في الانتخابات المقبله، ما عرفناش، لان ترامب عامل كبير في السياسه الامريكيه، وما عارفينش مفعول هذا الاعلان الذي عمل دي سانتيس اليوم هذا الحلقه الانتخابيه او الرئاسيه لدونالد ترامب. ممكن فهموا انه ايضا هناك مسانده مطلقه منذ البدايه لتويتر ولإيلون ماسك لهذا المرشح منذ المرحله التمهيديه. ما عارفينش، هو إيلون ماسك دائما ما كيعلنش، يعني ما كيخرجش وكيقول انا 100% مع هذا السيد مع هذا المرشح. دابا هو كيلعب دي كارت ديالو بحال اللي كنقولوا، وكيعجبو دي سانتيس، وبزاف منا كيعجب بزاف الناس كيعجبو دي سانتيس، لان دي سانتيس عنده نفس الايديولوجيا ديال ترامب، ولكن بلا ديك الفوضى او ديك العشوائيه اللي كتميز بها دونالد ترامب في التعاملات ديالو اداريه. ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه أيضا حتى الجناح ديال دونالد ترامب يأخذوها على دي سانتيس، يقولوا بأنه، وأنا أقتبس مما يقولون بأنه هذا يفتقد للشخصية وللكاريزما وللتأثير الذي يوجد لدى ترامب، يفتقد للأسلوب. هذه قالوها يعني مستشارين الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.
كيف ينظر إلى هذا الجانب؟ وهذا ماشي يكون اختيار بين 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 الأسلوب ترامب واللي هو فوضوي شيئا ما وفيه تلقائية وفيه إلى آخره، والأسلوب سيستماتيك اللي كيتميز به رون دي سانتيس والتكوين ديالو الهائي سواء الدراسي أو الخبرة ديالو في النيفي في الولايات المتحدة والعمل اللي عملوه في العراق كانت الحرب الجيش الامريكي موجود في العراق. اذا عنده واحد بروفيل اللي ما عندوش دونالد ترامب، وعنده واحد ثقافه هائله وعنده قدره للكلام والتفكير اللي دونالد ترامب ما عندوش، ولكن دونالد ترامب عنده ديك الاحساس، عنده واحد الغير على الوطن وعنده واحد الشخصيه ديالو كيتميز بها وعنده الاتباع. دونالد ترامب عنده الاتباع، دي سانتيس قدر يمثل واحد تسير داخل الحزب الجمهوري، تسير جديد داخل الحزب الجمهوري فيه واحد نوع من الرزانة، فيه واحد النوع مبادئ إيديولوجية معينة، وما فيه شي ديك الصوداء او الدراما او مبادئ الايديولوجيا. استاذ انور مجيد عذر على المقاطعة، لانه حتى في التقارير اللي نقراوها الان على دي سانتيس كان هذا الحديث على انه هو يعني اشتغل على منظور جديد للحزب الجمهوري للقضايا، قضايا المحافظة، القضايا الاجتماعية الأساسية للحزب الجمهوري التي لتجسد الهوية ديال هذا الحزب. الآن واش الآن إذا طرح جديد لإيديولوجية الحزب، لفكرته، للقضايا الاجتماعية، كيف غادي يدافع عليها في المرحلة المقبلة أم لا؟ والحزب الجمهوري دابا الحزب منقسم إلى قسمين. كان الحزب الجمهوري القديم اللي كيمثلو ميتش أوكانل هو الرئيس الشيخ ديال الحزب الجمهوري القديم اللي هو رئيس الأقليات في السيناء، وعندك ماغا ريبوبليكانز الجمهوريين الذي يسمون بميك أمريكا جريت أجين اللي هما أتباع دونالد ترامب. دي سانتيس توفت سيارة ماغا، توفت سيارة استعادة عظمة أمريكا على مس امريكا، ولكن الطريقه اللي كيمارس بها السياسه سواء في ولايات فلوريدا ولينا فيها واحد النجاح هائل اللي كان ما كانوش كينتظروه الجمهوريين في السنين الاخيره، واللي تم رصد يعني قيام ولا قوه الحزب الجمهوري داخل ولايات فلوريدا، ولايات فلوريدا كانت مهمه جدا في الانتخابات الرئاسيه. دابا يمكن هذا الاسلوب ديالو هو ماشي انا في نظر ديالي ماشي اختلاف الايديولوجيات بين دونالد ترامب او رون دي سانتيس، هو الاختلاف في الطريق في طريقه يعني ممارسه السياسه والحكم. تقول انه اختلاف فقط في طريقه الحكم او في الاسلوب، ولكن العمق الايديولوجي هو نفسه بين الطرفين. لكن الان يتساءل الكثيرون لمن ستكون الأفضلية؟ دونالد ترامب يجر خلفه الآن الكثير من المتاعب المرتبطة بمسارات قضائية، وهذا دي سانتيس هذا يعني يقولون البعض بين مزدوجتين نظيف كليا، ويدخل إلى غمار التنافس من دون متاعب. وكاين اللي يقول لك مثلا الحل أحسن حل هو ينتظر سيعمل إذا سينجح دونالد ترامب يجوز المندا ديالو 2024 2028، هذا يكون رون دي سانتيس باقي صغير، هذا يكون باقي صغير ومن ثم ينطلق يقدر يبدا الحمله الانتخابيه ما بعد دونالد ترامب، وبلا ما يدخل دابا في شجار مع دونالد ترامب، شجار سياسي. ولكن كاين واحد مجموع كاين راي اخر يقول دونالد ترامب كاين احتمال كبير ما ينجحش في هذه الانتخابات المقبله، لان عنده ديك الفوضى اللي تابعه والاعتراضات والصراعات ديالو مع الشادي مع وسائل الاعلام الى اخره، يقدر يوقع عاوتاني شي فتنه بحال اللي وقعت 2020 ويفشل. اما اذا دخل دي سانتيس دابا مثلا حتى الديمقراطيين يمكن كيفضلوا دونالد ترامب ويتقدم للانتخابات الرئاسيه احسن من دي سانتيس، لان كيخافوا لان دي سانتيس ما عنده ما فيهش المشاكل، ما عنده التسمي خصهم صعيب تحصل دي سانتيس في شي مشكله ولا في شي مسائل بحال هكذا. اذا ودي سانتيس كيعبر عن نفس الافكار ولكن بطريقه عقلانيه، بطريقه يعني برينسيبول مبدئيه. واذا كان واحد النوع من التخوف، اذا ما كيفاجئنيش لماذا ايلون ماسك عطى البلاتفورم ديالو دي سانتيس وما عطاش دونالد ترامب، لان ايلون ماسك عنده هذا التنبؤات كيعجبو
شي غامر يقمر على طيب. على مرشحين وعلى المستقبل. طيب هذا اللقاء سيكون في حدود 10 بتوقيت غرينتش بتوقيت المغربي. طيب. اذا كانت ذاكرتي قويه فيما يتصل بالمواعيد. شكرا جزيلا لك الاستاذ انوار مجيد، نائب رئيس جامعه نيو انجلاند بالولايات المتحده الامريكيه. شكرا جزيلا لك، حدثنا من طنجة. شكرا لك على كل هذه التوضيحات.